السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في كورس تحليل البيانات في الجزء الخاص بالمبادئ الإحصائية، ومكملين إن شاء الله في المبادئ الإحصائية اللي إحنا اتكلمنا عليها واللي بدأناها من 2 سيشن قبل كده، وده يعتبر السيشن الثالث لينا إن شاء الله. عرفنا في السيشنز اللي فاتت معنى علم الإحصاء، وعرفنا إنه العلم بيختص بجمع وتنظيم وتلخيص وعرض البيانات، تمام، وعمل عليها بروسيسنج او معالجة معينة للخروج بنتائج وقرارات مناسبة او قرارات سليمة يعني. واتكلمنا في السيشن اللي فات عن جمع البيانات، وقلنا في مصدرين لجمع البيانات: المصدر التاريخي وهو عبارة عن بيانات تم جمعها من قبل او تم جمعها مسبقا، يعني عن طريق مثلا قاعدة بيانات او سجلات احصائية موجودة قبل كده، تمام، او ان هو مصدر ميداني اللي هو ابدا انا في جمع البيانات من الناس محل الدراسه او من المنتجات او الحاجات اللي انا المفروض اعمل عليها الدراسه بتاعتي، او مثلا ابلكيشن بيتعمل وانا ابدا اسجل فيه. دي كلها صور من صور مصدر الميداني. يبقى كده عندنا مصدرين لجمع البيانات عرفناهم قبل كده: المصدر التاريخي والمصدر الميداني. النهاردة إن شاء الله يعتبر ده الخطوة التانية اللي هي تنظيم وعرض البيانات. طبعا الخطوة ديت احنا عاوزين بقى نعمل تنظيم وعرض البيانات في شكل سهل، بغرض اظهار الملامح بقى بتاعت البيانات دي والسمات الاساسيه ليها، تمهيدا ان احنا نبدا نعمل نوصل للنتائج وقرارات اللي احنا عاوزين نوصل لها كمحلل بيانات. طيب نيجي نبص على الداتا اللي جمعناها، هنلاقي البيانات اللي احنا جمعناها دي بيانات يعتبر غير منتظمه او غير منظمه. ليه؟ لان انت بتسال واحد وبتسجل المشاهده بتاعتك او الملاحظه بتاعتك وهكذا، وليكن مثلا انت بتجمع بيانات نجاح طلبة في مادة معينة، مثلا وليكن مادة الرياضة، فالطالب الأولاني 25، اللي بعده 27، التاني 30، مش عارف ايه، هتلاقي ان انت عندك أرقام كده غير منظمة، تمام، وغير مرتب، تمام. ده بالنسبة مثلا المثل زي بيانات الدرجات بتاعة الطلبة. طب لو احنا اتكلمنا على المثال بتاع اللمبات وجينا نشوف العمر الافتراضي للمبات بتاعتك، فهنلاقي في مثلا اللمبة ب 15 يوم، 16 يوم، 17 يوم، ده يعتبر العمر الافتراضي للمبات. طيب الداتا الغير منظمة دي احنا بنسميها في علم الإحصاء رو داتا، بنسميها رو داتا، تمام. رو داتا ديت لما نيجي نعرف مثلا بنقول عليها بيانات تم جمعها بطريقة غير منظمة. والرو داتا دي ليها خصائص. أول خصائص الرو داتا هي عبارة عن بيانات تم جمعها ولم يتم عمل عليها أي بروسيسنج أو أي أو أي ترتيب. احنا زي ما خدنا كده بيانات الطلبة رصيناهم ورا بعض 15 25 26 27 15 16 17 وهكذا، لا احنا عملنا عليها بروسيسنج ولا عملنا عليها ولا عملنا عليها ترتيب. نفس الكلام لما اتكلمنا عن المثال بتاع اللمبات، برضو احنا ما مش حطينا لها ترتيب او بروسيسنج معين، قلنا بس كل اللي قلناه ان لمبه 1 15 يوم، لمبه 2 17، لمبه 3 16، لمبه مثلا 4 25 وهكذا، ما حددناش ليها ترتيب او حددنا ليها بروسيسنج معين. طيب تاني حاجة من الخصائص ديت إن إحنا لما بنيجي نتكلم على البيانات أو الرو داتا إحنا بنتكلم على بيانات معينة خاصة بمتغير معين. إيه هو المتغير مثلا كالمثال اللي إحنا بنتكلم عليه؟ أول حاجة المتغير الأولاني بالنسبة للطلبة درجات الطلبة في مادة الرياضيات، ده المتغير. أما مثلا بالنسبة للمبات فالمتغير بتاعنا اللي هو متوسط عمر اللمبات، يعتبر ده الخاصية التانية. يبقى احنا الخاصية الأولانية هي بيانات تم جمعها ولم يتم عمل عليها أي بروسيسنج أو ترتيب. تاني حاجة إن البيانات اللي احنا بنجمعها أو الرو داتا دي بتبقى خاصة بمتغير معين، تمام. تالت حاجة بقى معانا هي البيانات دي ممكن تكون بيانات وصفية
تمام؟ كواليتيتيف طبعا احنا عرفنا انواع الداتا، كواليتيتيف او بيانات ايه كميه، كوانتيتيتيف بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا وليكن خدنا مثال الكميه اللي هي بيانات درجات الطلبه او مثلا ايه متوسط عمر الافتراضي الايه للانبار. طب الوصفيه لو انا جيت على مجموعه من العمال مثلا او مجموعه من الناس عاوز اعرف فصيله الدم بتاعتهم مثلا، تمام؟ فدي تعتبر حاجه وصفيه اللي هي او اي بي اي بي، الحاجات دي كلها يعتبر بيانات وصفيه. طيب او مثلا الايه درجه قبول الايه الناس لمنتج معين اللي هو مثلا راضي جدا، راضي جاي او محايد او غير راضي او غير راضي جدا، دي كلها ايه؟ دي كلها بيانات وصفيه، تمام؟ يبقى عندنا الرو داتا فيها ثلاث خصائص. الخاصيه الاولانيه زي ما قلنا ان هي داتا بيتم جمعها بس ما بتعملش ليها بروسيسنج او ترتيب. الحاجه الثانيه ان الداتا دي بتكون خاصه بمتغير معين، مش ايه بنجيبها عشوائيه كده يعني نجيب 15 وحسن 16 او حاجات زي كده، يعني بنجيبها باكتر من متغير في الرو، لا بنجيب متغير معين. ثالث حاجه ان البيانات دي هتلاقي ما بتكون دي بيانات وصفيه او بيانات ايه كميه، كواليتيتيف او كوانتيتيف. طيب نيجي نتكلم بقى دلوقتي على ايه ازاي نبدا نعمل معالجه للرو داتا ديت بالنسبه للبيانات الوصفيه. لما نيجي نعمل معالجه للبيانات الوصفيه ديت او تنظيم مثلا، لو قلنا مثلا organization للكواليتيتيف داتا، شكلين من الاورجنايزنج للايه كواليتيتيف رو داتا. اول حاجه ان انا بستخدم ايه التيبلز، تمام؟ وده بيبقى في شكل حاجه اسمها ايه فريكوانسي ديستريبيوشن، اللي هو احنا بنسميها التوزيعات التكرارية وهنتعرف عليها دلوقتي، تمام؟ أو مثلا إيه أو في شكل مثلا إيه جرافس مثلا ولا حاجات زي كده، جرافينج داتا زي إيه مثلا الجرافينج اللي إحنا بنعمله الكواليتيتيف، لما مثلا البار شارت وهنشوف شكله دلوقتي أو الإيه أو الباي شارت، وبرضه هنتعرف على ايه دلوقتي، تمام؟ طيب هنمسك اول حاجه وهنتكلم عليها اللي هو الايه فريكوانسي ديستريبيوشن. التوزيعات التكراريه او فريكوانسي ديستريبيوشن بتقوم فكرتها اصلا في تلخيص وعرض البيانات عن طريق ايه، عن طريق تقسيم الايه البيانات ديت في مجموعات متجانسه تختلف باختلاف ايه عدد من العوامل. ايه العوامل دي؟ اول حاجه العوامل ديت الايه، اول حاجه عدد المشاهدات، ماشي؟ تاني حاجة الغرض أصلا من الدراسة، تالت حاجة اللي هو نوعية المتغير، محل الإيه؟ محل الدراسة طبعا، ماشي؟ ناخد مثال مثلا دلوقتي على التوزيعات التكرارية بالنسبة للبيانات الوصفية. عندنا مثلا دراسة العدد من العمال، بنشوف فصيلة الدم الخاصة ايه بيهم وهم عددهم حوالي كام؟ 25 عامل. لو عدينا كده العينة اللي معانا هنلاقيهم 25 ايه عينة او فصيلة دم، تمام؟ عاوزين نشوف هنعمل ليهم توزيع تكراري ليهم ازاي، وجدول التوزيع التكراري ده بيشمل ايه، كام عمود، والكلام ده كله هنعرفه دلوقتي من خلال المثال بتاعنا ده، تمام؟ أول حاجة هنيجي نرسم كده إيه الجدول بتاع التوزيع التكراري. أول حاجة أو أول عمود هنحطه في الجدول بتاعنا ده بنسميها زي أوجه المتغير. إيه أوجه المتغير بقى اللي هو محل الدراسة؟ إحنا دلوقتي بندرس إيه في المثال بتاعنا ده؟ بندرس إيه فصيلة الدم اللي هي عدد من 25
25 عامل، 25 عامل. طيب ايه اوجه المتغير؟ المتغير اسمه فصيلة الدم، الاوجه بتاعته اللي هي ايه؟ A و B و A B و O، تمام؟ زي ما احنا واخدين بالنا في المثال بتاعنا ده، يعتبر اسمه اوجه المتغير. يبقى عندنا هنا ايه اوجه المتغير بتاعنا؟ هو ايه؟ A B A B و O، دي يعتبر اوجه ايه؟ المتغير بتاعنا. طيب أوجه المتغير ديت لو احنا بصينا عليها كده مفيش أي تداخل بينها وبين بعض، يعني مفيش إيه وجهين هما بيتساووا في نفس الخصائص، يعني مش إيه هو نفس بي، لأ إيه حاجة وبي حاجة، أو مش هو إيه بي مش هو إيه مش هو بي مش هو أو، كل حاجة مختلفة لوحدها. فأوجه المتغير ديت أو الجزء ده تمام؟ بناخد منه حاجتين، أول حاجة إن هو لا يوجد تداخل بين الإيه؟ بين الأوجه وبعضها، تمام؟ بعد كده الحاجة التانية اللي هو الشمول بتاع الإيه؟ الأوجه دي، بمعنى إيه؟ إن أنا باجي لما باجي أعمل لما باجي أعمل الجدول بتاعي بحط فيه كل الأوجه، مش بسيب وجه مثلا أو أمحيه أو أشيله، لأ بحط كل الأوجه بتاعتي، تمام؟ طيب ده بالنسبة للإيه؟ العمود الأولاني. طيب العمود الثاني دي حاجة كده إيه يعتبر مساعدة ليك، إحنا بنسميها التالي، اللي هو إيه بنبدأ نجمع فيه الإيه الأوجه بتاعتنا دي. يعني مثلا إيه هنلاقي مثلا إيه موجودة في مثلا في الصف الأولاني، هنعمل إيه شرط، نيجي نبص على في التاني ما مش موجود، التالت موجودة واحدة، تمام؟ يبقى كده اتنين أري تلاتة، تمام؟ بعد كده ايه في هنا أربعة وفي خمسة، هنا أربعة ونقفل المجموعة دي ايه كده، يبقى كده ايه معانا خمسة ايه متكررة ايه خمس مرات، ماشي. نيجي على البي هنا مثلا ايه واحد وان تو، ادي واحد ادي اتنين، نيجي على الصف التاني وان تو أربعة متكررة هنا برضو، ادي نقفل دي ونجيب واحد تاني متكررة هنا ايه كمان مرة، يبقى كده ايه ادي سبع مرات هنا ايه دول سبعة. اي بي في العمود الاولاني واحد، في العمود التاني كده اتنين، العمود التالت مفيش، العمود الرابع فيه واحد، العمود الخامس فيه واحد، كده دول كام اربعة، يبقى هنا ايه دول اربعة موجودة في العمود الأولاني واحد، موجود في العمود الثاني اتنين، في العمود الثالث تلات اتنين برضو، ايه في المجموع كده، في الرابع في تلاتة، في الخامس في واحد، يبقى هنا ايه في تسعة. ده بنعتبرها ايه بقى؟ ده الفريكوانسي تكرار، تمام؟ هنيجي نجمع التكرار ده كده هنلاقي التكرار ده كام؟ هنلاقي التكرار ده اللي هم عدد العمال اللي هم 25 لازم يطلعوا نفس الايه العدد بتاع العينة بتاعتي، تمام؟ في حاجة تانية بنسميها ايه ريلاتيف فريكوانسي، برضو موجودة في التيبل بتاعنا هنا، ريلاتيف فريكوانسي. الريلاتيف فريكوانسي ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرقم اللي احنا جمعناه ده الخمسة ده على المجموع كله اللي هو ايه؟ خمسة على 25 اللي هو بيساوي كام؟ 2/10. طيب سبعة على 25 اللي هو كام؟ 28%. أربعة على 25 اللي هو كام؟ 16%. طيب تسعة على 25 هو كام؟ 36%. لو جمعنا دول برضو هنلاقيهم بيتجمعوا في الآخر إيه؟ واحد، تمام؟ طيب في حاجة في الآخر اسمها إيه؟ بيرسنتج.
بيرسنت. طيب طبعا بنضرب الريليتيف دي في كام؟ في 100 عشان نجيب البرسنتج بتاعها. يبقى 2 من 10 في 100 هيساوي كام؟ 20 من 100. ماشي، 28 من 100، 16 من 100، 36%. كل ده هيطلع في الآخر كام؟ 100%. تمام؟ إحنا طيب وظيفة الفريكوانسي دي أو اللي إحنا شفناه دلوقتي ده يعتبر إيه؟ إحنا جمعنا ولخصنا الداتا دي كلها بتاعت الإيه؟ بتاعت العينة بتاعت ديت في الشكل ده بس. تمام؟ عرفنا منها إن هو أكتر تكرارا مثلا، وإن هو إيه؟ الأقل إيه تكرارا، زي إيه؟ زي ما إحنا شايفين. تمام؟ نسبته قد ايه؟ نسبته مثلا الاو كان نسبته 36%، نسبة اقل حاجة كان نسبتها 16%. دي كلها بيانات طبعا ايه، لو عندنا بيانات اكتر هتبان اكتر الايه الحاجات دي. والنسبة برضو ايه درجة، لو عملنا لا خلينا في درجات الطلاب ده في كوانتيتيف هنشوفها هنشتغل عليها ازاي. لو اتكلمنا على الجزء بتاع الراضي او غير راضي اللي هي تقييم الايه، تقييم العملاء مثلا، هنلاقي برضو هيبين لي حاجات من الايه الفريكوانسي ديستريبيوشن ده، هيبين لي ان هو يعني الفعل اكتر مثلا راضيه او غير راضيه. الكلام ده كله هيبان خلال الايه الفريكوانسي ديستريبيوشن قبل ما اعمل اي تحليل على الداتا بتاعتي. ده يعتبر شكل الايه الفريكوانسي ديستريبيوشن او الحاجات المهمه اللي احنا بنشوفها في الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. اول حاجه اوجه المتغير زي ما شايفينها كده. تمام، في بعد كده التالي اللي هو بتساعدنا على العد، ممكن نحطها ممكن ما احطهاش، بس انا بحطها عشان بس ايه تسهل لي موضوع العد بتاعي. بعد كده الفريكوانسي، بعد كده الريليتيف فريكوانسي، بعد كده الايه البرسنتج. تمام، هناخد الجزء ده كده ونشوف هنعمل عليه ايه، هنعرضه ازاي في شكل مثلا بار تشارت او بار او ايه او باي تشارت. لو جينا كده نرسم في الجنب ده كده البار تشارت الخاص بالجزئية دي، أول حاجة إن الإكس أكسس ده بياخد الإيه، بنحط عليه أوجه المتغير اللي هي مثلا A و B و A B A و O. تمام، أما الجزء اللي هو واي أكسس ده تمام بنحط عليه لإما لو عاوزين نشتغل على الفريكوانسي بنحط عليه الارقام بتاعت الفريكوانسي بتاعتي مثلا اللي هو مثلا ايه 2 4 6 8 مثلا، وهيبقى 2 2 4 6 8. تمام، او بحط الريليتيف زي ما انا عاوز، يعني ممكن يستخدم هنا في الواي اكسس ده ما يعبر عن الفريكوانسي او يعبر عن الريليتيف فريكوانسي. تمام، فلو اشتغلنا على الفريكوانسي اول حاجة ايه هنلاقيها مثلا ايه لحد هنا كده، معلش هو الرسم بتاعي مش احسن حاجة بس ايه بحاول بس اوضح الصورة. البي، البي كانت كام؟ البي كانت 7، يعني كانت هنا مثلا، بنزل بيها كده، ادي ايه وادي البي. الـ A بي كانت كام؟ كانت 4، كانت هنا مثلا. الـ O كانت كام؟ كانت 9، كانت هنا مثلا. ده يعتبر كده الـ إيه؟ البار جراف بتاعي، ماشي؟ طيب، لو حبينا نرسم الـ إيه؟ الباي تشارت بتاع، الباي تشارت ده عبارة عن ايه؟ عن دايرة كده، دايرة هنا معوقة شوية بس ايه على قد ما رسمت. يعني في حاجة اسمها سيكتور انجل، السيكتور انجل ده عشان اجيب الايه الزاوية بتاعت الايه بتاعت ال اسمها ايه السيكتور انجل اهو، هكتبها لك. ماشي، سيكتور انجل لكل ايه لكل ايه لكل وجه. دي بنعمل ايه بقى؟ بنضرب الريليتيف فريكوانسي اللي هو 2 من 10 ده في ايه 360 درجه اللي هم ايه يعتبر مساحه الايه مساحه الدايره. فلو جينا مثلا ضربنا اللي هو ايه، لو جينا ضربنا 2 من 10 في 360 هنلاقي ان مساحه الايه مساحه
الزاوية الموجودة هنا مثلا اللي هي خاصة بالـ 72 درجة، 72 وليكن اللي هي عاملة كده مثلا، دي 72 ماشي، دي الايه الدرجة. ممكن احط فيها الايه 20% او الايه البرسنتج اللي انا عاوز احط كده 20% ماشي. طيب بالنسبة للبي اللي هو 28%، بضربها في كام؟ في 360 درجة برضو، طلعت كام؟ طلعت 100، يعني طلعت زاوية منفرجة شوية. ماشي، اللي هي كام بقى؟ دي اللي هي كام؟ كانت زاوية 108 درجة، اللي هي كانت 28 درجة. ماشي، 28% قصدي. طيب اللي بعديها اللي هي 16 من 100 في كام؟ في 360 درجة، اللي هي كانت 57 درجة، اللي هي زاوية حد 57 درجة أو كام؟ 16%. طب اللي بعديها كام؟ 36% في كام؟ 300، اللي هي 129 درجة، 129 درجة وستة من عشرة درجة، اللي هي كام؟ 36%. ده يعتبر الايه؟ الباي تشارت بتاعي اللي هو دايرة. تمام، الدايرة دي بحسبها ازاي؟ ان انا بضرب الريلاتيف فريكوانسي ديت في كام؟ في 360، يدينا كام؟ يدينا الزاوية اللي انا مفروض ارسمها، يعني دي 72 درجة، ديت كام؟ كانت 108 درجة، دي 16 كانت كام؟ 57 درجة، ديت كان كام؟ 129 درجة. شين ده يعتبر الايه؟ السيكتور انجل اللي انا اللي هي يعتبر الزاوية اللي انا برسم بيها. ماشي، يبقى كده احنا اتعرفنا النهاردة على ازاي نعمل فريكوانسي تيبل او فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل للداتا، كواليتيتيف داتا. عرفنا ازاي نرسم البار تشارت والباي تشارت للايه في للداتا بتاعتنا. تمام، شفنا مجموعة الداتا اهي، مجموعة يعني غير داتا، تمام، غير منظمة، طلعنا منها جدول اهو. تمام، عرفنا منه شوية بيانات، رسمنا عليه شوية رسمنا عليه شوية جرافز اهو، بار تشارت وباي تشارت. تمام، فان شاء الله مكملين ان شاء الله معاكم السيشن اللي جاي، هنتكلم برضو على التوزيع التكراري بس للبيانات الكوانتيتيف بقى المره دي، وهنشوف هو بيختلف اختلاف بسيط خالص ان شاء الله، مش هيكون صعب ولا حاجه، هنعرفه ان شاء الله خلال السيشن الجاي، هنتعرف عليه اكتر، وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.